نبتدي مع بعض كده الأول عن إعلانك عن إصدار أول مجموعة قصصية ليك. تتكلم شوية عن المجموعة القصصية. هم 15 قصة؟ أها هي 15 قصة. وأنا من زمان يعني أول ما بدأت أكتب كنت بكتب قصص يعني أنا صغير خالص، وكنت مشترك حتى في نوادي أدب اللي موجودة في المنصورة وكده حيث مسقط رأس يعني، وكنت طول الوقت بحب القصة، وكنت بشوف إن القصة فيها حاجة لافتة غير موجودة في أي نوع من أنواع الفنون الأخرى. بس بعد كده احترفت بقى الصحافة واشتغلت في الصحافة واشتغلت في السيناريو، توقفت عن كتابة القصة لفترة طويلة، وبعدين يمكن لما رجعت أكتب سيناريو اكتشفت حسيت كده بشيء من أشكال الحنين للقصة من جديد. يمكن صحت حاجات جوايا. كانت الصحافة طبعا مهنة يومية ومهنة ضاغطة ومهنة بتستهلك الوقت والطاقة جدا يعني، فما كانش في وقت لكتابة القصة. بعد ما بدأت أكتب سيناريو من 2016 بدأ يبقى عندي ميل تاني لكتابة القصة، وبدأت أكتب قصة من أول وجديد. والمجموعة دي تقريبا انكتبت حوالي 4 سنين أو 5 سنين بامتداد السنين يعني الفترات. وزي ما حضرتك تفضلت كده في المقدمة إن هو فعلا المجموعة متنوعة، فيها جزء خيالي فيها جزء واقعي. يعني أنا طول الوقت حتى بحس إن الواقع لازم يبقى في حته كده خياليه، حته غير متوقعه، فيها جزء انساني، فيها طبعًا حاجات، فيها عواطف كمان. صحيح، فيها فانتازيا. انا بميل دايما لكده، بحس ان دايما حتى الحياه في التنوع. بالظبط، بتميل للتنوع. دي حقيقه. وبحس دايما في الواقع ان دايما بيجي لنا بتفاجئنا حاجات كده بتحصل بتبقى غير متوقعه، واحيانا بتلامس الخيال، فبحب يعني استفيد من ده في كتابه القصه دايما طول الوقت.